الخطوط العريضة نظام حقن الوقود المشترك كوماريل ديزل سيستم أوتلاين. تختلف مكونات هذا النظام كوماريل عن نظام الحقن التقليدي، نظام المضخة ذات الضغط العالي المستقيمة الإنلاين أو المضخة الدوارة الفي إي، فهي عبارة عن مضخة ضغط عالي هاي بريشر مام ومجمع للوقود كوماريل الذي يصل فيه الضغط داخله إلى 2000 بار، ويتم التحكم في الحاقن الإنجكتور حسب ترتيب الحقن بواسطة إشارة إلكترونية. الشكل الذي أمامنا يبين الأجزاء الأساسية نظام حقن الوقود المشترك، وهي كالتالي: مضخة تغذية كهربائية Electric Fuel Pump، فلتر الوقود Fuel Filter، مضخة الوقود ذات الضغط العالي High Pressure Fuel Pump، مجمع الوقود ذات الضغط العالي كوماريل، حاقن الوقود الانجكتور، وحدة التحكم في المحرك الECM. هناك 3 أنواع من خطوط الوقود حسب الضغط. النوع الأول أنابيب ذات ضغط منخفض، الأنابيب اللي هي باللون الأصفر، وهي من مضخ التغذية إلى الفلتر. والنوع الثاني الممثلة باللون الأحمر ذات الضغط العالي، خطوط أنابيب ذات ضغط عالي الهاي بريشر بايب، اللي هي ده طلع من مضخة الوقود ذات الضغط العالي إلى كوماريل، ومن الكوماريل إلى الإنجكتور. وثالثا خطوط أنابيب رجوع الوقود، وهي ممثلة باللون الأزرق، دي من الحاقن وده من الكوماريل وده من الهاي بريشر بايب. يسحب الوقود من تنك الوقود بواسطة مضخة التغذية الفيد بام الموجودة هنا في مضخة الوقود ذات الضغط العالي الهاي بريشر سبلاي بام، مرورا بفلتر الوقود الفيول فلتر تنقيط الوقود من الأوساخ. مضخة الوقود ذات الضغط العالي السبلاي بامب، هذه السبلاي بامب تضغط الوقود إلى مجمع الوقود اللي هو الكوماريل لتجميع الوقود داخله. توزع الوقود إلى جميع الحواقن الإنجكتور في وقت واحد. إشارة الحقن الإنجكشن سيجنال القادمة من وحدة التحكم في المحرك الECM تفتح الحاقن الإنجكتور، مما تؤدي إلى حقن الوقود داخل السلندر طبقا لترتيب الحقن.